السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو راح ناخذ حذف الفعالية عن طريق الديليت بوتون لما نفتح الفعالية. راح نفذ الدرس الماضي عملية الإيديت، وإن شاء الله في هذا الدرس راح ناخذ الديليت. بالنسبة للمسح الفعالية ممكن تعملها بعدة طرق، حالها حال أي شيء في البرمجة. بإمكانك تعمل نفس الشيء، نرسل مثل ما نعمل فرايت كليك انسبكت، حنحطين الاي دي هنا لما نرسله لهذا الراوت مثل ما شايفين هنا events slash edit slash الرقم الاي دي، وبعد ذلك نستلم الاي دي من الراوت ونبحث عنه في الداتابيز ثم نقوم بتعديله. نفس الحركة ممكن نضيفه، لكن هناك عدة طرق يعني اللي اريد اوضحها هنا. هذه احدى الطرق راح نستخدمها عن طريق اللي هو نرسل AJAX request. راح نستخدم اللي هو جافا سكريبت اللي موجودة في هذا الملف اللي هي local جافا سكريبت او client جافا سكريبت. راح نستخدم library اسمها Axios. بإمكانك تستخدم أي library يعني أنت تكون عندك خبرة فيها، بس Axios وايد سهلة وقوية وتستخدم بكثرة حاليا. اللي أريد أوضحه أن هناك concern في السكيورتي، أنك أنت لما تعمل ترسل الإيديت أو الكود مباشرة إلى الديليت. طبعا إحنا ما تكلمنا عن السكيورتي بارت في هذا الكورس، ربما نعمل يعني سيشن أو فيديو نتكلم فيه عن السكيورتي وكيف نعمل secure للفورم باستخدام CSRF tokens واشياء كثيره. فلازم يكون يعني اريد انوه ان لازم يكون حذرين. هذا ما تعمله مباشره في برودكشن انفايرمنت، لازم تعمل السكيورتي بارت، لكن باستخدام اللي هو الاكسيوس يعني مور سكيور انك ترسل الداتا عن طريق الايجاكس ريكوست. هذا هو اللي اريد اوضحه في هذه النقطه. طبعا البدايه راح نعمل اللي هو ديليت، اللي هو عفوا تخزين او تثبيت هذه اللايبرري اكسيوس عن طريق الجيت هاب لينك. اشرح لك كامل طريقة Axios كيف تعمل installation معها. هاي الطريقة ممكن نعملها عن طريق الـ NPM أو عن طريق تستخدم السكريبت. إذا أنت تشاهد الفيديو فقط هذا يمكن يعني وما شاهدت الفيديو اللي قبل بخصوص إنه كيف تضيف اللي هو الـ NPM أني باكج داخل الكلاينت، بإمكانك تستخدم هو السكريبت اللينك مباشرة عن طريق الـ CDN. بكل بساطة نستدعي الـ Axios ثم نقوم إذا عملها عن طريق السيرفر، لكن احنا ما راح نعملها عن طريق السيرفر، راح نعملها مباشرة عن طريق الكلاينت. احنا نريد نرسلها عن طريق الكلاينت، ممكن نرسل Axios بعد ذلك الفيرب إذا كان get أو post أو delete وما شابه ذلك، بعدين رجع لنا response أو error. هذا بكل بساطة. فأول خطوة يعني نروح على اللي هو البروجكت، نعمل Ctrl C clear، أعمل installation حل لهذا الباكج، وبعد ذلك راح اعملها انكلود في الفوتر. فالحين خزنتها، نعمل رن لكل الكود. طبعا هي بتكون موجوده في نودز مون Axios، هنا موجوده، وبيكون معي اللي هو الدست واكسيوس دوت مين دوت جي اس. يعني بتكون Axios دست ديستريبيوشن بعدين Axios دوت مين دوت جي اس. اروح على اللي هو معاي الفيربس اللي عفوا اللي هو الفوتر او الافن البارشلز عند فوتر اللي هو فيه السكريبتس. راح اضيف هنا اللي هو سكريبت، والسورس معاي راح يكون Axios dist، بعد ذلك راح يكون Axios dot min dot dot js. اعمل سيف، اعمل فقط رن لهذا الكود بحيث ان يكون ما عندي اي اخطاء في استدعاء الملف. فعشان يعمل هذا الكود لازم يكون نضبط اللي هو الببليك فولدر مثل ما رأينا اعتقد في الفيديو الثاني او الثالث من هذا السلسلة. بغض النظر اذا ما عامل لتثبيت للببليك فولدرز في النود جي اس، ممكنك تستخدم اللي هو السي دي ان اللي تكلمنا عنه. ايضا اريد اعمل رينيم حل هذا الملف اللي احنا عندنا في البابليك فولدر اللي ضفناه هنا اول شيء في البدايه في المشروع. الجافا سكريبت انا عملت له كاستم، ممكن اريد اغيره الى مين عادي، يمكن اضيفه واغير هنا النيم رينيم الى مين دوت جي اس. هذه التغييرات الاساسيه. الان نقوم بعمل طبعا راوت. انا احتاج راوت في ايفنتس راوت. اخر راوت احنا عملناه هو اللي هو هذا البوست ابديت ينتهي هنا. ممكن نعمل راوت جديد comment delete event router dot delete
بيكون event slash delete slash انا احتاج الاي دي وبعد وكالعادة احتاج معي الريكوست بعد ذلك الريسبونس الكول باك. اول خطوة راح اعمل عشان اتأكد ان كل شيء شغال معي راح اعمل console dot log لي اللي هو request dot params dot id. هذه اول خطوة اننا نتأكد ان الكود معي شغال قبل لا اعمل اللي هو delete action. الان تغيير ثاني اللي احتاجه في الشو، لو نلاحظ هنا معنا الشو هنا اريد اضيف للاي دي او احول هذا الى بوتن واعطيه اي دي واعطيه داتا اتريبيوت لكي استطيع ان اقراه من عن طريق الجافا سكريبت وارسله عن طريق اللي هو الاكسيوس للراوت الباك اند سيرفر. فاحنا نشتغل الحين على الفرونت اند الواجهه الاماميه، يعني ما اريد نخلط بين الجافا سكريبت في الباك اند وفي الفرونت اند. حاليا راح نعمل الان هنا الايفنتس او الراوت يكون الباك اند والشو يكون عبارة عن front end، فراح أغير هذه إلى form أو button عفوا يكون button. نرجع نفس الكلاس اللي هو btn btn danger عشان يكون هنا أحمر JavaScript class عادي. بعد ذلك راح أعمل هو event handler click. لما أعمل click لهذا الevent أريد أعمل function اسمها delete event. هذا اللي تكون عن طريق اللي هو جافا سكريبت كلاينت، هذا كلاينت الحين وليس سيرفر. ايضا راح اعمل اعطيه اي دي عشان اقدر استطيع ان اقراه الجافا سكريبت باستخدام دوكيمنت دوت سيلكت اليمنت باي اي دي. راح اعمل اي دي ممكن تعطينا نسميها ديليت بي تي ان بوتن. وايضا راح اعمل داتا اتريبيوت داتا اسميها اي دي وارسل طبعا الاي دي هو اللي انا احتاج للايفنت. نبي يكون عبارة عن AGS template equal event.id. راح اعمل هايد على هذا عشان يكون واضح عندي event.id واعمل طبعا هنا delete البوتن. بكل بساطة انا اعمل طبعا كلاس عادي bootstrap. هنا يكون اريد لما اعمل كليك يروح على هذا الفانكشن او هذا الميثود موجودة في الكلاينت سايد. لازم نركز في الكلاينت وليس في السيرفر. الكلاينت راح يرسل للسيرفر عن طريق الاكسيوس AJAX request. طبعا هذا اعمل اي دي عشان اعمل سلكت عن طريق الكلاينت جافا سكريبت. والديتا هو عباره عن اتريبيوت عادي، يعني تستطيع ان ترسل ديتا مثلا ايج ديتا داش ويت هذا HTML يعني، وبعد ذلك اقدر اقراه عن طريق الجافا سكريبت مثل ما راح نشوف ان شاء الله. فهذا اول خطوه. قطع من ريفرش يكون ما معي اي اخطاء في الكونسول. نرجع مرة ثانية. الآن الخطوة الأساسية نريد نعملها في وين؟ في الكلاينت اللي هو المين جافا سكريبت هنا. فأول خطوة راح أعمل function delete event اللي احنا تكلمنا عنها قبل قليل لما أعمل البوتن. أول شيء راح أعمل اللي هو البوتن يكون document هذا جافا سكريبت عادية get element by id ونعطي الاي دي اللي تكلمنا عنه هو بيكون عبارة عن delete btn. هذا اول خطوة لنا اللي هو اعمل اللي هو اخليها داخل verb او داخل variable button. بعد ذلك اريد اقرأ اللي هو الليبل الاي دي. الاي دي راح يكون عبارة عن btn وهذا الفاريبل اللي هو البوتن. ورسلت لهنا get اللي هو attribute اللي هو data attribute. اعمل طبعا في verb في JavaScript اسمه get attribute وداخل هذا الاتريبيوت راح نعطيه اللي هو نقرناه اللي حطيناه هو data.id. بهالطريقة المفروض انا استلمت الاي دي من البوتن. لو نروح باك انا عطيت هنا الفانكشن اسمها delete المفروض تكون نفس الفانكشن اللي موجودة هنا. وايضا لما نروح على data.id هو data.id اللي استلمتها من البوتن عن طريق طبعا هاي فانكشن موجود في جافا سكريبت get attribute. اي اتريبيوت لو كان اسمه age راح نحط هنا age وهم هالمجرى راح اعطيه طبعا id. الحين المفروض انا استلمت الاي دي هنا، ممكن اعمل console.log للاي دي نتاكد ان كل شيء صح. لما اعمل ريفرش المفروض لما اعمل كليك يطبع لي الاي دي. لو تلاحظوا هنا طبع معي الاي دي، فالاي دي موجود. الان الخطوه الثانيه نرسل هذا الاي دي الى وين؟ الى الايفنتس راوتس عن طريق اللي هو الديليت راوت. يستلمه هنا ويعمل له كونسول في السيرفر وليس في الكلاينت. الحين نتكلم هنا عن كلاينت. فنذهب مره ثانيه على main.js واعمل طبعا delete لهذا الفانكشن. راح اعمل axios.delete نرسل delete request
الى events delete plus اللي هو concatenate مع الID. الID اللي انا استلمته هنا او عملت له variable اسمه ID. بعد ذلك راح يكون معي طبعا then يكون معي response. ممكن نعمل لنا console.log اللي هو response.data. هو عبارة عن طبعا object وفيها data، اي information تكون داخل الداتا. واذا كان في خطأ راح يكون معي catch، راح يكون معي error console.log error، هو الايرور اللي انا استلمته من الفانكشن. هذا بكل اختصار. ممكن اعمل طبعا داخل الراوت حاليا، في الراوت ممكن اعمل response.json، نرسل له json مثلا اوكي عشان ما يكون معنا اخطاء. فلما اروح الان اعمل ريفرش ارسل الريكوست، في معي خطا طبعا هنا bad request events delete. ايوه مفروض هنا يكون معي في main.js لازم يكون معي backslash بعد delete. اعمل ريفرش اعمل delete، ايضا معي خطا اخر اللي هو bad request لماذا events/delete. نروح المره الثانيه على الراوت نتاكد ان كل شيء صح، نتأكد فقط من الراوت ان كل شيء صحيح. الايرور معانا هناك واضح ان failed to decode params هذا الكود في percentage، فنتأكد فقط من الشو معنا هنا percentage خطأ، يعني رسلت هنا طبعت بالعلامة اللي هو البرسنت بالخطأ. نذهب مرة ثانية للكود نعمل refresh نعمل delete، الحين معي okay response، نتأكد ان طبع معي الكود هنا او اللي هو الـ event ID. فمعناته الآن Axios تتكلم مع الـ event route وأنا أستطيع أن أحصل على الـ route هنا. الخطوة الثانية طبعا اللي هي داخل الـ route بإمكاني أعمل الآن اللي هو الـ delete function و delete router، بس لحظات بحيث أن أضبط الكود هنا. أول خطوة طبعا اللي أعمل let query، query يساوي هو اللي هنعمل filtration يكون underscore id مثل ما عملنا في الادت، يكون معي request dot params dot id. بعد ذلك راح اعمل اللي هو event، هناك function اسمها delete one موجودة في الموديل مثل الادت one. اول حاجة تكون معي الquery وبعد ذلك راح يكون معي الايرور اذا صار اللي هو delete او لم يعني وصار في خطأ. اذا كان if no error يعني معناته الديليت صار، راح يكون اللي هو بيكون response.status، نعطي اللي هو error code او html code request code عفوا، نعطي json deleted، نرسل باك للاكسيوس. else اذا كان في مشكلة راح يكون معاي اللي هو console، ممكن نعمل اللي هو res.status404 .json والخطأ there was an error event was not deleted. ممكن ترجع ايضا الى اللي هو المونجوز دي بي documentation الموقع نشوف التفاصيل اللي هو delete one. بس في هذا الفيديو راح ناخذ الكوير اللي هو الفلتر اللي احنا استلمناه من طريق الراوت، راح اذا كان في خطا يكون رسلنا هذه الرساله مع الايرور كود 404، واذا كان صحيح المفروض انه يكون يعطيني اللي هو deleted. هذه هي الخطوه الاساسيه. نذهب الى المين فقط لنعمل بعض التغييرات البسيطه في حاله انه صار delete او يعني صارت مشكله. في حالة ان صار ديليت عن هنا ما يكون عندي اي مشكلة، المفروض يكون عندي اعمل كونسول لوج، بعد ذلك اخبر اليوزر ان الايفنت امتسح event was deleted، نعطيه alert. بعد الاليرت راح نستخدم جافا سكريبت فانكشن هو window.location، يعني اعمل لي كان اعمل redirect
href يعمل لي href يساوي عفوا اي فانكشن موجودة في ال html يروح على ال events backslash events، واذا كانت في مشكلة راح يعمل لي طبعا الخطأ هنا. فالان الكود مفروض يكون يشتغل بطريقة صحيحة عشان اخذنا وقت كثير في الشرح. فنعمل refresh، نعمل delete، نتذكر ان هذا هو عبارة where does it come from، event was deleted، وعمل لي redirection. فالدليت شغال بطريقة صحيحة. الان لو اخذنا update 001 اعمل طبعا update، راح تقول لك inspect، نتأكد ان الكونسول معي شغال هنا عفوا عشان نشوف المسج ايضا. نعمل delete event was deleted، لو نلاحظ هنا كان طبع لي ايضا deleted فراح معي من الليست. هذا باختصار هو عملية الديليت. مثل ما تكلمت بداية الفيديو في عدة طرق ممكن تستخدمها لعملية الديليت، منها اللي هو نرسل كراوت عادي او عن طريق الايجاكس او عن طريق ايضا في حاجة اسمها الميثود اوفررايد، بس هو شوي كومبلكس ميثود اوفررايد. هذا اسهل طريقة، وايضا تحتاج ايضا تستخدم انت احيانا جافا سكريبت في الكلاينت سايد، فهذه الطريقة تخبرك او تتعلم فيها انك كيف تستخدم الكلاينت سايد بعد لانك تحتاج دائما اللي هو الباك اند والفرونت اند. بهذا طبعا خلصنا معظم الاشياء اللي هو للإضافة الإيفنت والديليت والإيديت والأليرتينج والسيشن وكل شيء. اللي باقي لنا إن شاء الله في هذه الخطوة القادمة هي عبارة عن اللوجن والريجستريشن، نتكلم عن باسبورت اللي هو الباكج اللي نستخدمها في عملية اللوجن وعملية اللوجن والريجستريشن واللوجوف. شكرا على المتابعة، ونلتقي إن شاء الله.